في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الدرس العاشر من سلسلة التجويد الميسر. كنا قد تعرضنا في الحلقة الماضية وختمنا أحكام النون الساكنة والتنوين، وهذه الأحكام أربعة، وهي الإظهار مع حروف الحلق، ثم الإدغام مع حروف يرملون، والقلب مع حرف واحد وهو الباء، وأخيرا الإخفاء مع حروف الخمسة عشر التالية المجموعة في بداية قولهم: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى، ضع ظالما. وذكرنا استثناءات الإدغام وهي أربع كلمات: الدنيا، بنيان، وقنوان، وصنوان. موضوع هذه الحلقة المباركة سيكون هو أحكام الميم الساكنة الجزء الأول. متن الدرس: قال الجمزوري رحمه الله: والميم إن تسكن تجي قبل الهجا، لا ألف اللينة لذي الحجا. أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء، إدغام، وإظهار فقط. مضامين الدرس: أولا الإخفاء، ثانيا الإدغام، ثالثا الإظهار. الفهم والتحليل: الحكم الأول الإخفاء. تخفى الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء، حيث يتم تقليل الاعتماد على الشفتين وإخراج الغنة من الخيشوم. فالميم الساكنة أعزائي المشاهدين هنا إذا جاء بعدها حرف الباء يكون حكمها هو الإخفاء، بمعنى أننا لا ننطق بها ظاهرة، فالميم تخرج من الشفتين. وهنا جاء بعدها حرف الباء، هذه الميم ستخرج خروجا صغيرا من الشفتين مع الإتيان بالغنة، مع الإتيان بالغنة. وهذا هو المقصود بإخفاء الميم الساكنة عند الباء، كما هنا في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن تلاحظون هنا: ومن يعتصم بالله، ميم ساكنة من كلمة يعتصم جاء بعدها حرف الباء، هذه الميم كيف أقرأها؟ تقرأ بماذا؟ بالإخفاء، بإخراج ميم صغيرة مع الإتيان بالغنة من الخيشوم. قال الجمزوري رحمه الله: فالأول الإخفاء قبل الباء، وسمه الشفوية للقراء. الحكم الثاني الإدغام. تدغم الميم الساكنة في ميم مثلها محركة، حيث ينطق القارئ بالميم المحركة مشددة مع استعمال الغنة. إذا الحالة هنا أن الميم الساكنة ستأتي بعدها ميم أخرى محركة، إذا هذه الميم الساكنة القاعدة هنا أنها ستدغم في الميم الموالية لها. وكيف أقرأ الميم الثانية؟ تقرأ مشددة مع استعمال الغنة، كما هنا في قوله تعالى من سورة الفتح: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
إذن هنا تلاحظون أعزائي المشاهدين بين منهم ومغفرة. إذن منهم تنتهي بميم ساكنة، مغفرة مبدوءة بميم محركة. هل أقرأ الميم الأولى ثم الثانية؟ القاعدة التجويدية هنا تقول اقرأ الميم الثانية المحركة مشددة مع استعمال الغنة هكذا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، والميم المشددة دائما فيها الغنة الكاملة. قال الجمزوري رحمه الله: والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة وهو الإظهار. تظهر الميم الساكنة مع باقي الحروف الهجائية باستثناء الباء، لأن مع الباء يكون الحكم هو الإخفاء، وباستثناء كذلك الميم، فمع الميم يكون الحكم هو الإدغام. والملاحظ أن الرواية هنا تستثني كذلك الهمزة، لأنه الميم الساكنة مع الهمزة لها هنا حكم خاص، حيث سنفصل فيه بإذن الله تعالى في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. إذن تظهر الميم الساكنة إذا جاء بعدها باقي الحروف الهجائية العربية باستثناء هذه الحروف الثلاثة: الباء والميم والهمزة. أمثلة الإظهار كما هنا من قوله تعالى من سورة الطور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ إذن هنا تلاحظون أم عندهم، ميم ساكنة جاء بعدها ماذا؟ حرف العين، والعين هنا من حروف الإظهار في إطار الميم الساكنة، إذن وجب إظهارها. كيف يتم الإظهار؟ بإخراج الميم الساكنة من مخرجها عادية بدون غنة ولا تمطيط ولا تشديد. أم عندهم خزائن، عندهم خزائن، كذلك ميم ساكنة بعدها حرف الخاء. قوله تعالى: أم هم المسيطرون؟ أم هم، إذن ميم ساكنة بعدها حرف من حروف الإظهار في إطار الميم الساكنة وهو الهاء. أم لهم سلم، كذلك هنا ميم ساكنة بعدها حرف اللام، ثم ميم ساكنة من قوله تعالى لهم سلم، حكمها دائما الإظهار لأن بعدها حرف من حروف الإظهار وهو هنا السين. فحروف إظهار الميم الساكنة كثيرة، هي كل حروف الهجاء العربية باستثناء الباء والميم والهمزة. قال الجمزوري رحمه الله: والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. تقويم الدرس: أقرأ الآية التالية وأستخرج أحكام الميم الساكنة. إذن نحاول أعزائي المشاهدين أن نقرأ هذه الآية التالية وتستخرجون أحكام الميم الساكنة الموجودة فيها، وهي من سورة الأنعام بدءا من قوله تعالى: ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
إذا تلاحظون هنا أعزائي المشاهدين أن هذه الآية الكريمة مليئة بأحكام الميم الساكنة، لكم أن تستخرجوا هذه الأحكام الميم الساكنة الواردة في هذه الآية من سورة الأنعام. والآن ننتقل أعزائي المشاهدين إلى الفقرة الختامية، المصحف المرتل برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، ويشتمل على الربع الثالث من الحزب الرابع والخمسين، ابتداء من قوله تعالى من سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق قل يقين. فسبح باسم ربك.
ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت فيها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق الله العظيم.